الخريجون المعتصمون والمتظاهرون من هندسة النفط مزقوا وثائق تخرجهم للتعبير عن عدم إنصات الحكومة لمطالبهم، وذلك بتوفير وظائف لهم وإهمال وزارة النفط لمطالبهم بعد دخول اعتصامهم لليوم 15 على التوالي أمام مبنى وزارة النفط. فلنتابع. يشتغلون بمطاعم، يشتغلون بكوفيات، وهنا هذا حال المهندسين قدامهم، وهاي الشهادات ما نحتاجها، ومريضة من كل الجامعات.